الهدوء في برشلونة يوم الكلاسيكو لا يكسره إلا صخب الكامب نو. وفي ساحته أطل لوبيتيغي متمنيا ألا يسمع خبرا لا يروقه إذا عانده أول كلاسيكو. خلف ظهره تجمع اللاعبون دون رونالدو الغائب بالانتقال، وميسي نال صفة المشاهد بالإصابة. غيابهما سرق ألوان الكلاسيكو. فالفيردي بدا واقفا كحال فريقه في المقدمة، ولوبيتيغي عكس صورة الريال ترتيبا. على الملعب جوردي ألبا شابه نفسه حتى بغياب ميسي. منح كوتينيو تمريرة لا أسهل من وضعها في الشباك. توالى ضغط برشلونة، وصلت الكرة إلى برازيلي آخر. آرثر سدد كرة تيبو كورتوا شتتها، وبدت قامته موازية لطول المرمى. سواريز كان طوله عامل حسم أمام المدافعين، دفع فاران لارتكاب الخطأ. تردد الحكم، استشار الفار، ركلة الجزاء أصبحت ثابتة. تولى تنفيذها سواريز هذه المرة. طول كورتوا لم يمكنه من صد الكرة. إنه الثاني بعد نصف ساعة من اللعب. انتهى الشوط الأول على فرح ميسي بالثنائية. أراد الريال أن يستدير في الشوط الثاني من الغياب إلى الحضور في الكامب نو. بدا عازما على ذلك. وصلت الكرة في ظروف صعبة إلى مارسيلو، لكنه تغلب عليها مقلصا النتيجة. ومن توتر مدربه الذي كاد يزيله مودريتش بتسديدة، بدا القائم مدافعا أمامها. القائم كان عادلا في تدخلاته بعد أن منع سواريز من توقيع الثنائية والثالث لبرشلونة. بل أن الريال كان قريبا من تعديل النتيجة، ورأسية بنزيما أطارت الحمام، ولم يطر مناصر الريال فرحا. الحظ أدار ظهره للملوك. الإحساس بالخطر يدفع إلى الهجوم. سواريز خلص فريقه من التوتر برأسية مخادعة. لويس بثنائيته أبعد فريقه نحو مناطق الأمان. عادت ملامح لوبيتيغي إلى حالتها، بل أن سواريز زادها تشنجا وأعاد نفسه إلى سابق عهده التهديفي، محاكيا طريقة ميسي أمام الحراس. لكن بيمنى، إنه الهاتريك، معلنا أن غياب ليونيل لا يضر. بعدها ظهر الفريق الملكي مسالما كلباسه. قبل نهاية المباراة أضاف برشلونة الخامسة من الأهداف. فيدال أكد أن أمريكا الجنوبية هي التي هزمت الريال. بقي كورتوا محافظا على ما تبقى له من تركيز. منع سواريز من السوبر هاتريك. في النهاية بدا الفائز متكلما والمنهزم صامتا. فرح البارسا لم يكن منقوصا إلا من ميسي.